قال لك انه سعد بيشيع البهجه في غرفه الملابس. اتصور يا سعد انه ممكن انت احيانا بتكون قاصد ده، لانه احنا لعبتنا كلها ضغوط وصعوبات وجمهور ورد فعل، ودلوقتي بقت سوشيال ميديا ومنك للمدرجات باستمرار. يعني هل احيانا انت بتتعمد تعمل ده؟ يعني هو انا زي ما بقول لك يا كابتن، في اوقات انت بتعمل انت كنت تاني كابتن في النادي تاني الاهلي، كابتن، وكنت كابتن فريق فيوتشر لفتره مش سنتين مع فيوتشر، مش سنتين كده؟ او برضو من كباتن فرقه سيراميكا. فبتصور انه يعني بيبقى دور انت بذكاء ممكن هو بتعمل. انت زي ما حضرتك بتقول يا كابتن، في توازن بتحاول تعمله ما بين ان انت في سيستم ونظام بيتطبق على اللعيبه كلها، فاحنا بنحاول نطبقه ككباتن فريق، ايوه. لكن في بعض الاوقات محتاج مش كل حاجه هتبقى خناق وشد وجذب وبالامر، محتاج صحيح. برضو اللعيبه دي مضغوطه، عندك لعيبه ما بتلعبش، عندك لعيبه عندها ضغوطات نفسيه، عندك واحد عنده مشاكل في بيته اساسا، فبتعامل مع 30 لعيب صح. وانت بتبقى من المسؤولين عنهم، فمحتاج كل واحد له مفتاح معين، في واحد ممكن تهزر معاه وتحاول ان انت مين تفكه. كان اسهل واحد؟ هو في بقى احنا زي ما بيتر قال كان في اجيال كتير اتعاملت معاها، وهم الجيل القديم كانوا بيهزروا دمهم خفيف ودمهم كان خفيف قوي يعني. ايوه. الاجيال الجديده هم دلوقتي اللعيب عشان موضوع السوشيال ميديا وموضوع الضغط اللي عليه، فيعني اللعيب دلوقتي متحمل ايوه صحيح تحسه فوق طاقته، صحيح. كل كلمه محسوبه، كل تصرف، كل رد فعل. فطبعا الشناوي عنده الشق اللي هو الجد. الشناوي بجد شايل المسؤوليه دايما، نعم. بيفكر. كنت انا ووليد فاحنا بنحاول كنا نعمل ميكس ما بين ممكن في ناس معينه سعد اللي يتكلم معاه، ايوه. ممكن في ناس معينه الشناوي اللي يتكلم معاه، في ناس وليد اللي بيتكلم معاه، ايوه. ايمن اشرف ما كناش بنخليه يتكلم مع حد خالص ليه؟ طبعا. ففي ناس، طيب ايمن. ايمن جميل، ايمن جميل. جميل يعني اخ ليا ومن الشخصيات الجميله، طبعا. ويعني الناس كان نفسي ان هو يكمل برضه في الاهلي، لكن طبعا ما حصلش نصيب، لكن ايمن برضه من الناس الرجاله اللي اخلصت للنادي يعني. طبعا. ففي ناس كتيره بقى كنا بنتعامل معاهم بصراحه، العلاقه باللعيبه كلها كانت يعني، كان في مجموعه بقى انت كنت بتحاول تحتضنها، وكان ما بيلعبوش في الاول، كان اكرم وكان الاول بقى صلاح محسن وناصر، وبعدين ديانج بقى بعد كده من الناس اللي كانت قريبه مني جدا. ديانج. في شخصيات جميل. بقى مسؤوله يعني، حمدي فتحي من يوم وهو مسؤول جوه النادي، عارف هو شغله، عايز ينجح، عايز يطور من نفسه. السوليه من اللعيبه الرجاله، غير بقى المجموعه القديمه اللي بقى لها فتره زي هاني والشناوي، واحنا بقى لنا فتره كبيره مع بعض، ورامي دي مجموعه بقى لنا فتره مع بعض، ودخل بقى المجموعه اللي اضافوا الفتره اللي فاتت زي قفشه وياسر، حققوا نجاحات وبطولات، وحسين الشحات طبعا من نعم. الناس اللي عامله شغل هايل، والمجموعه بقى اللي جت جديده بعد ما احنا مشينا زي مروان عطيه وعمر كمال برضو من الناس المميزه، فمعظم اللعيبه اللي موجوده وفي جون كويس برضو موجود اسمه مصطفى شوبير. ف مين لعيب كنت خايف حاسس ان دمه تقيل كده وقلت يا ساتر بقى ده شكله كده رزل وبلاش اتكلم معاه، ولما جيت تتعامل معاه لقيت دمه خفيف قوي؟ دمه خفيف؟ ما هو المشكلة ممكن اللي يضحك هم ما يضحكناش يعني، ما يضحكنيش. لا لا، بس في حد بيبقى دمه خفيف. لا اللي دمه خفيف انا بحب اكرم، اكرم دمه خفيف اكرم جدا. توفيق. واكرم في حاجات بيقولها بجد بس انا بقعد اضحك. لا والله. والله يعني هو متعصب انا بقعد اضحك، لان اكرم طيب جدا، قفشه دمه خفيف جدا. لا طب خلينا بس في اكرم. واكرم ساعات الاقيه بيتكلم فلاحي، يعني ساعات ابص الاقيه قلب على فلاحي قوي لما بيتعصب لما بيتعصب. يعني هو بيتكلم بلهجته، لهجة البلد اللي هو لا بس منها، هو بيتكلم عادي، هو بيتكلم بس عادي. فجأة الاقيه فانا استغرب اقول يا جماعه ده غير البني ادم اللي كان ما قدامي هو من شويه. كل واحد، احنا كل واحد طبعا من منطقة معينة، ايوه صحيح. وفي الكرة فيها ميزة ان احنا كلنا من محافظات مختلفة، من ده صحيح. الشرقية، من القليوبية، بحيرة، بمحلة، فكل واحد له لهجة فاما معينة. بتنرفز بتطلع بقى تقعد الحتة تضحك دي، بقى انت عليه. الحتة الشرجاوي دي بقى قفشه بتطلع. دمه خفيف. قفشة عسل، من الناس اللي دمها خفيف جدا، وبرضه له حاجات كده بتوقعك من الضحك يعني. مين اللي خد وقت لحد ما فك معاك؟ ما انت بتفك اي في حد. المجموعة اللي موجودة دي او اي حد هنا او هنا او في اي حته، يعني في اي نادي حتى، مش لازم النادي الاهلي. في أي نادي؟ مش لازم في الاهلي. الأول كان محمد شريف، محمد شريف في الأول، وبعدين فك بعد كده. كان جاي مشدود.
وفك خالص بقى، وشريف من الشخصيات الجميله ومن الهدافين هداف. اللي عمل اسم لا كبير في لا النادي يعني. انا هداف بشوف برضو هداف. محمد شريف من الناس اللي ما خدتش حقها في اللي هو قدمه يعني، لان شريف عمل ارقام طبعا جامده. طبعا. فكان في الاول وبعدين فك بعد كده والدنيا مشيت يعني.